23 سنة خدمة في الجيش التونسي، خدم في تونس وخارج تونس. خرج أجيال وتدربت على يديه على يديه أجيال. برشا ضباط خرجت على يديه هو. هو اللي جماعة خرجوا معاه هما غلطوا فيه. غلطوا فيه. هذه الفكرة اللي دخل لنا الجيش. قال لك أنا وخرج خرج على السرية اللي فيها هو. لو كان كيفاش غلطوا فيه وهو الأمر بتاعه. واحد يؤمر بالضرب. شكون اللي عطاه؟ شكون اللي عمرهم قال لهم خرجوا الكرتوش؟ تو انا جندي وخارج معاه وكيل وهو اللي يقود فيا هو اللي باش يعمرني باش نضرب الكرتوش يجي تو نضرب من تلقاء روحي هنا هذه غباوه نتاع الجيش هذه بالحق برا بالحق من تونس لا ما تحكم فيها ناس ما تستحقش تشد البلاد بكل صراحه هذه راهي فيها ثم هم مش باتوا في موقع حراسه عندهم ماكله نهارين يبقوا بالنهارين بثلاث ايام كان اخويا راه يقعد بالخمس ايام البرة ويقعد خمس سوايع في داره مع عيلته ومع صغاره احكينا صح فهمتني جتني معلومه اللي وقت خرجوا بالماكله قال لهم وين الماكله اللي جبناها ما ذكنا ما جاهاش قاعد سري نتاعهم في بالهم في بالهم المجموعه هذوما الاربعه ولا خمسه اشخاص معاه في بالهم مشى بلغ عليها وقت رجع اخويا قتلوه قتلوه على بعد 3 متر ونص فهمتني اي مو... اي انسان اوامر من اي انسان يشوف البلاصه اكثر زاده ولا يعطوه فهميني اي انسان يشوف البلاصه اللي مات فيها خويا ويعمل كيلها بالمترو يعني خويا يبان مهما تكون من ظلام دمس مهما تكون بلاصه لا فيها لا زجر لا حتى شيء راهي بلاصه جردان مؤجر بلاصه شكون قال لك الفيرسيون انا جبت معلومه من الناس اللي تخدم في المينيتير فهمتني حرس في بالهم به حرس في بالهم به الناس العين الموقع اللي مات فيه خويا يعني خويا مقتول 100% لا نتهم لا نتهم السلطه العسكريه بصفه عام سامحني والشيخ عمار نتهمه لانه فهمتني رئيس بريطانيا رئيس بريطانيا مات جندي وهو في السماء دور الطياره خويا سامحني المعلومه قلت معناتها انها جات معناتها من الجماعه معناتها ما تطلع كان من السريه انت معناتها من الجروب نتاعو سريه معناتها فما معناتها فما واحد قال انه فما ما والكلام هذا واحد تكلم حتى قلت يبحثوه حكى وثم كلام ومازال البحث متواصل بطبيعته هذا الجندي المتطوع واش حكونا نحن الشرطه الفنيه على شو الجندي المتطوع هو اللي قال معنا حرسوا كيفاش مشى سريه اخرى ورجع حرسوا بعض من رجال من رجال الجيش العسكريين الموجودين بثكنة القاصرين هم اللي حكوك الحكايه هذه الروايه عبدالله والغريب في الامر جنازته ما يحضر فيها حتى مسؤول وهذه دلاله على المرزوق حب نوجه نداء للمرزوقي اللي يسهر عليه خويا هنا باش يشوف البر ومهما عائلته وهو باش يدور ويسهر في الحفلات في قرطاج هو اعضاء المجلس التاسيسي الشاتير اللي تعاركوا على الكراسي اليوم مختار مبارك اللي يسهر عليكم انتم وهو يسهر باش ترتاحوا انتم ويبات يشوفوا مهما لصغاره نهار اللي توفى ما يتمش تكريم وما تعطوش الناس حسب الله ونعم الوكيل هذه واش تنقول هذه ولده هذه مرته وهذيك بنته هذه الشيء ينظر له الجبين والله مازله والله مازله الحياة البشرية عندكم مرخصها يا مسؤولين يا اللي تتعاركوا على خاصة القصرنية خاصة القصرنية هي تشوفوا ليها اللي يموت مشى كلب يعني ما عندوش حقوق ما عندوش حتى شيء يعني لو كان جبت في بلاصة أخرى راي كلها تجير راي الوزراء كل تجير أما القصرين مهانة وهي طلعتكم وهي حطتكم في الكراسي لو كان مش القصرين راكم قاعدين في البلاصة كنتوا فيه الزملاء يحكوا أربعة أشخاص من سيدي بوزيد و ثلاثة من سيدي بوزيد وواحد صفاقسي وهما اللي طلقوا النار مع بعضهم الكل ومعاهم جندي متطوع قاعد ما ضربش معاهم جندي متطوع ما ضربش ما عندوش سلاح واحد من جندوبة قالوا السلاح التبلوكا ولا شنية من بيجا ولا من ما ضربش هذيك والاخرين الأربعة معناها ضربوا الكرتوش مع بعضهم الكل فيه شنية السبب اللي خلي يعمل فيه كيف شنية العمل الحط اللي يعملوا فيه كيف عن وجه نداء للسيد وزير الداخلية لطفي بن جد باش يحقق في الأمر هذا ويعاد لنا يعمل إعادة بيب شرعي لأن الكرتيش راه مش بسبعة راه 11 كرتوش وبيب شرعي يكتب سبعة هذا ثم أمر نطلب منه أنه هو اللي يتولى القضية
يتولى القضية ويعملنا إعادة بشرة ويحقق في القضية هذه. هو كفى، هو إنسان كفى، إنسان كفى ونزيه ونزيه، والقصرين الكل تحب، واللي يقولوا هو نمشوا به.